هرجع لك كابتن عادل، بس هنروح الاول زميلنا شريف شعبان من ملعب المباراه، ومعاه الكابتن شاكر عبد الفتاح المدير الفني لنادي الترسانه. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بعد انتهاء مباراه الاهلي والترسانه، فوز الاهلي على الشواكيش بهدفين مقابل هدف مع المدير الفني للترسانه طبعا الاسم الكبير تاريخ كابتن شاكر عبد الفتاح، بقول لك اهلا بك كابتن شاكر وهارد لك. بس النهارده لو الترسانه بيلعب نفس ادائه في الدوري كان بشي يعني كان هينافس على الصعوبة، ده كان ممكن يبقى في الممتاز كمان بشي ينافس على الصعوبة. بس بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا يعني بنحيي كابتن ايمن شوقي وبنقول له وحشنا كتير، وتحياتي لجميع الاخوه اللي موجودين في الاستوديو. وابدا كلامي من ما انتهيت عنه، ان لو فرقه الترسانه بتلعب بهذا الاداء دايما كان زماننا في وضع تاني، وده اللي انا قلته لهم بعد كده بعد المباراه، ان خلي بالكم انت اتحملت عبء كبير، وانا قلت لكم من البدايه ان مفيش حاجه اسمها في صغير وكبير في الكوره. تحترم الخصم اللي قدامك وتعرف عنه الكثير وتبتدي تلعب معاه بما يجب اللعب، مع التركيز مع احترام المنافس تقدر تلعب معاه وتبقى انت وهو متنافسين وعلى مستوى واحد في الملعب، والغلبة في الاخر بتبقى للفريق الموفق. طبعا يعني برضو مهما كان الكلام، لكن الست دقايق او العشر دقايق الاولانيين اللعيبة برضو نازلة بتلعب بطل افريقيا وبطل ابطال مصر، وللاسف الشديد كمية من الهجوم ما كانش ليها أي داعي الأسبوع اللي فات، إن بدل الناس ما تدعم اللاعبين جماهير الترسانة للأسف الشديد، ومن ناس دخيلة ومن ناس يعني مغرضة والكلام ده كله، يعني لدرجة إن الناس خافت إنها تلعب الماتش. طبعا إحنا مش ممكن نتخلى على إن إحنا نلعب، برضو حرام إن أنا ألعب بالناشئين كاملة، دي اللي كانت ممكن تبقى مشكلة، ان الناشئين كلهم غير مؤهلين حاليا لانه يلعب تيم كامل من الناشئين، وده يعني مش من قواعد كرة القدم. فقلنا لهم طبعا يعني دلوقتي قدامكم فرصة للرد على كل المشككين فيكم، الكرة في ملعبكم، اللي يخاف ما يلعبش واللي يلعب ما يخافش. برضو طبعا يعني عشان تخرج الحتة الضغط النفسي ده والعبء والهجوم اللي الناس هجمتهم عليه وبقوا يشككوا فيهم، ده احنا ممكن نخرج مش عارف ب10 وب20 والكلام ده كله. يعني طبعا يعني الحمد لله، انا يعني الكوره ليها اوجه كتير، وقلنا لا هنشتغل على اللعيبه، هنشتغل على الناحيه النفسيه، هنشتغل على فرقه النادي الاهلي، واللعيبه تبتدي تحفظ المربعات اللي بيشتغلوا فيها. والحمد لله بصرف النظر عن الست دقايق او العشر دقايق الاولين برضو فضلت الرهبه، فجت اخطاء والاخطاء تقريبا متشابهه ومتكرره. بعد كده يعني اما هديناهم من بره بقى وصلوا للثبات الانفعالي كويس، ولعبوا واللي لعب لعبه ولقى اللعبه كويسه، لعب لعبه وعملها صحيحه، خد الكره وراح وقدر يعدي، فابتدى هنا ايه كناحيه نفسيه، الله ده انا فعلا اقدر. ف كل انسان في الحياه بصفه عامه بيشتغل في حاجه، اما يقول لنفسه ان انا اقدر، لان انا انسان وهو انسان، كل الاعضاء اللي هو مخلوق منها انا برضو عندي نفس الايه الاعضاء وعندي نفس العقليه وعندي نادي بتاعي وعندي تاريخ كبير بحمل العبء بتاعه. فدي كلها حملت اللعيبه المسؤوليه، بس في نفس الوقت ادتهم الثقه واستمروا، بدليل ان احنا يعني عملنا هجمات منظمه، ضع هدفين على الاقل، وخاصه في الشوط الاول. الشوط الثاني في اكتر من كره اتلعبت، بس برده كان في قصور من البعض نتيجه الجهد، لان برده كان كريسبو بقى له فتره كان مصاب ولسه راجع الماتش اللي فات، لعب 10 دقائق والنهارده بيلعب الماتش كامل، عشان كده برده خرجته لما ابتدى استنفذ ايه كل الجهد بتاعه. لكن على العموم انا بشكر اللعيبه على ادائهم، على روحهم، على ثباتهم الانفعالي، وبنقدم التهاني طبعا للنادي الاهلي، وده مش جديد عليه، على وصوله لدور الثمانيه، وبنتمنى له توفيق في البطوله الافريقيه ان شاء الله هو ونادي الزمالك. ينفع حضرتك قلت تاريخ، ينفع التاريخ يهبط درجه ثالثه؟ لا طبعا، التاريخ لازم الناس تحافظ على التاريخ. الترسانه مؤسسه من مؤسسات البلد الرياضيه، الضلع الثالث مع احترام الكل الانديه دلوقتي. كون الترسانه مرت بظروف للاسف الشديد اللي احنا فيه دوت من اخطاء متراكمه من اكتر من 10 سنين و12 سنه،
المجالس اللي كانت موجوده ما فكرتش، بقت كل اللي تعمله ايه؟ يا يشيلوا المدرب، غيروا اللعيبه. طب انتوا درستوا ايه الاسباب وتشتغلوا على تغيير الاسباب ديت؟ للاسف ده ما حصلش. النوادي باتفاق مع الحاج طارق من بدايه ما تمت اجتماعات في اتحاد الكوره وخرجت المعلومه من هناك ان مفيش هبوط والكلام ده كله. طبعا يعني ابتدينا نشتغل على دي، بدليل ان احنا في لعيبه مشيت عشان تدي فرصه للناشئين ندخلهم، لان انت معاك 27 لعيب هتدخل ناشئين ازاي؟ مفيش هينفع. فطبعا يعني حصل كتير ان كانت مواسم استثنائيه، موسم 2011 هبط الاتحاد والمقاولين العرب وسموحه هبطوا رسمي وكانت المسابقه خلصت، واتحاد الكوره طلع قرار قال لك ده كان موسم استثنائي وكانت الدنيا هيصه والدنيا زيطه والكلام ده كله. لا، ده الموسم ده اشد، ده حصل انقطاع وفصله في المسابقه، ده مش استكمال، ده انا كاني بلعب دوري من 5 ماتشات. انا النهارده بلعب النادي الاهلي، هو جاهز طبيعي لانه لعب 10 ماتشات قبل مني او 12 ماتش غير المباريات الودية. انا لعبت ماتشين رسمي ولسه بادئين في اواخر 7، يعني الفتره مش كافيه بالكامل. فطبعا لازم الناس تبص للترسانة وللأولمبي وللمحلة والبلدية المحلة وللمنصورة، الأندية اللي طول عمرها مصدر فني للمنتخبات وللمشاركة في جميع المسابقات. شكرا يا أستاذ شريف، ألف شكر. شكرا يا كابتن. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع المدير الفني طبعا الكبير والقدير الكابتن شاكر عبد الفتاح، يمكن المدربين الكبار للترسانويه. مليون مبروك كابتن ايمن، فوز النادي الاهلي اليوم على شواكيش مصر بهدفين مقابل هدف وتاهل الاهلي الى دور الثمانيه. اعود اليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل.